السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد القرنفل نوعا فريدا من التوابل العطرية التي تم استخدامها منذ القدم في الطهو، غير أن فوائده تخطت ما هو غذائي لتشمل الجانب الصحي كذلك. فحسب بحث أجري على 40 شخصا معان من التهاب اللثة، فإنه بعد استعمالهم لغسول الفم العشبي الذي يحتوي على نبتتنا طيلة 21 يوما، تحسنت صحة اللثة وكمية البلاك وأيضا عدد البكتيريا الفموية لديهم. وفي بحث آخر نشر عام 2017 بمجلة الغذاء الطبي، فإن القرنفل والنيجيريسين يحفزان زيادة امتصاص الخلايا لسكر الدم وأيضا زيادة إفراز الأنسولين. من أجل هاتين الفائدتين وأخرى لم نذكرها، فإن حسن تناولك للنبتة من شأنه إمداد جسمك بجل فوائدها المذهلة. وكإحدى أنجع وأسهل الطرق لتحقيق ذلك، قم بإضافة 10 غرامات من القرنفل، أي حوالي 4 ملاعق صغيرة، إلى ما مقداره لتر واحد من الماء، ثم اترك الخليط يغلي لمدة 15 دقيقة، وأخيرا قم بتصفية المحلول قبل شربه على شكل شاي، والاحتفاظ بالباقي في قارورة زجاجية داخل الثلاجة. وختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه الوصفة لتحضير شاي القرنفل. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.